بقى في حياتك. أنا مش مصدقة إن ده حصل. أنا خايف ما يلاقوش اللي قتل فريدة ويتهموني أنا بقتلها. مش من حق أي حد إن هو يسبق الأحداث ويقول فريدة قررها إيه. اختفاء سيدة ثم اكتشاف جثتها غارقة في النيل وإلقاء اتهامات في عدة جهات بحثا عن القاتل، خطوط درامية مثيرة في مسلسل زي الشمس. مين القاتل؟ مش هقول لك، اتفرج. مش هقول لك عشان تتفرج. تفتكر هي ممكن تكون انتحرت؟ الجثة اللي لها كذا يوم في النيل علامة كلها اختفت. غيرة بين شقيقتين إحداهما متهورة والأخرى رزينة تفتح أبواب الخيانة بخطف الأولى خطيب الثانية وقلب حياتها رأسا على عقب. دمرتينا يا فريدة، دمرتينا. انتوا الاثنين شبه بعض، انتوا الاثنين أذيتوني. المسلسل فيه مشاعر كتير قوي قوي، يعني علاقات أسرية وعلاقة أخت بأختها وعلاقة الأم وعلاقة الأطفال الصغيرين وعلاقة الناس ببعض عامة. ان شاء الله يعني معموله بشكل كويس. يا رب يا رب. ارحمني انا. اضربي كوتيني كده في الخوز. يا خطتك يا حبيبي انا فيها. طب انت طالع يا فريده، واولادي انا هاخدهم اربيهم لان انت اساسا ما تربيتيش. احداث المسلسل تسير بروح غربيه والغاز عربيه تثير الشكوك بين المعقول واللا معقول وتحيي رابط الاخوه رغم الم الخيانه. انا بحب اتفرج على الحاجات دي، يعني بحب كده اقعد واقعد اتفرج عشان اقعد افكر. يعني بحس احلى ان يبقى فيه سسبنس في الموضوع علشان تقعد انت تخمن مع نفسك بقى في الاخر تشوف انت كسبان ولا خسران. انت اكيد فاهمين غلط كده لسه عايش. البوليس طب عليا في البيت واكيد دلوقتي هما بيدوروا عليا في كل حته. في شبهه جنائيه في غرفه فريد. يلمح المسلسل بين مشاهده القاسية أن قلب الأنثى يصفح عن الأخطاء مهما كانت في سبيل الحفاظ على حب وإن انكسر، وتأكيداً على أن الهوى غلاب. أنا مش فارق معايا حد في الدنيا دلوقتي غيرك. من القاهرة، سعود الخلف، العربية.